شو وقفت يوتيوب؟ ليه ما عم تنزل فيديوز؟ مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ سو جايز، أول شغلة بدي أقول لكم إن اشتقت لكم. بعرف إلي بحدود 3 أشهر ماني منزل فيديوز، وكتير عالم كانت عم تسألني إنه شو يا خليل وقفت يوتيوب؟ ليه ما بقى عم تنزل؟ وصراحة أنا هذا الشيء كان كتير يفرحني لما لاقي عالم إنه بتنبسط أو كانت تحب إن ننزل فيديوز. عن جد هذا شيء حلو. بس انا بهذا الفيديو ما رح يكون مدته كتير طويله، بس بهذا الفيديو رح اشرح لكم ليه ما كنت قادر نزل فيديوز بهيدي الفتره. بعد ما خلصت الكورونا الحجر تبعي، صح لي اشتغل شغل مؤقت بمطرح معين، فبتعرف وضع البلد كتير تعبان وكتير مش مثل ما كنا بنعرف. فقلت انا انه ايه، لازم استغل هيدي الفرصه وروح اشتغل. فرحت اشتغلت بحدود الشهر وشوي تقريبا. هلا باول هذا الشهر خلص شغلي، وللاسف كمان بهيدي الفتره ما كنت كتير عم انتبه للدايت تبعي، ما كنت عم بعمل سبور، ما كنت عم روح على الجيم ابدا لان ما كان معي وقت. كنت عم بشتغل من التنين للسبت، ببلش الشغل كان الساعه 8 الصبح وبيخلص 4، وامرار حتى كنا نضل اكثر من 4 الصبح. كرمال هيك ما كان عم بيكون معي وقت لحتى نزل فيديوز. بس صراحه كتير حبيت الاكسبيرينس اللي اشتغلت فيها، تعرفت على عالم عن جد كتير بتعقد. وفي كمان شغلة صارت، اول نهار بلشت فيه شغل، انا اول مرة هيك كنت بشتغل شغل فاعل يعني بقولوله. فاول نهار كنت عم دق بالمهدة. المهدة هي مثل المطرقة بس الاكبر بكتير. فعم بضرب انا على مسمار وضل نازل وضرب على اصبعي. فاذا حدا بينزعج يسكر عيونه، رح فرجيكم الصورة كيف رجع أبع كل إصبع بعد هيدي الضربة. شوفوا بهيدي الصورة كيف، على فكرة هون الضفر طلع شوي، يعني هيدا يمكن بعد شي جمعة ما أبع كله، بس كل الضفر راح من الكعب، بعده لهلا ما طلع على الآخر، حتى يمكن بعد ما وصل لنصه. بس بغض النظر عن جد كانت اكسبيرينس كتير حلوة إلي، وهيانا هلا رجعت لكم. إن شاء الله هلا بالفترة اللي جاية رح أرجع أنزل فيديوز، رح نكون عم ننزل فيديوز من كل الأنواع، يعني رح أرجع على الجيم، رح ننزل اشياء. هلا ما بدي استبق الامور، بس حتى اذا في اشياء حابين انه انا اعملها اكتبوا لي بالكومنتس ونقلها رد رح نعملها. عن جد بدي اتشكر كتير الاشخاص اللي حكوني، يعني بالفتره اللي ما كنت عم نزل فيها فيديوز كنت لما شوف لاقي كومنتس عم تجي على فيديوهات قديمه، عن جد هذا الشيء كتير بفرح، وانا كنت كتير انبسط، وهذا الشيء كان يرجع يخليني انه يلا لازم ارجع بلش نزل فيديوز. بس للاسف ما كان معي وقت. بس عن جد هيدا الشيء كتير بيعطيه اندفاع للواحد ليرجع للشيء اللي هو كان عم يعمله. فعن جد بدي اتشكر كل الاشخاص اللي حكوني واللي ما حكوني، لانه اكيد يمكن في ناس انه بينه وبين حالها كانت تسال انه ليه ما عم نزل فيديوز بس ما حكتني، واكيد ما بيأثر يعني انا ما عندي مشكله، مش ناطر كل حدا يحكيني. وبس شو بعد بدي اقول لكم، نصحان شوي صغيره. هلا ان شاء الله نكست ويك لما بدي ارجع بلش الجيم رح ارجع اشوف قد صار وزني، وجبت ميزان على البيت قبل ما كان عندي ميزان. بس هذا كان كل شيء لليوم. حبيت بس ارجع اعمل ابديت صغيره لما كنت عم نزل فيديوز، وين كنت مختفي. واكيد اذا عندكم اي اسئله اكتبوا لي بالكومنتس. كنت قبل انا وعدتكم اعمل فيديو كنت عم رد على اسئلتكم، بس للاسف بعد ما خلصت الكوفيد ما رجع صار عندي وقت. يعني دغري انا خلصت الكوفيد، دغري بعدها بجمعه بلشت شغل. وعلى فكرة خلصت الكوفيد وكل شيء كان طبيعي، يعني ما رجع أثر علي أبدا، نشكر الله. وبس هيدا كان كل شيء، إن شاء الله رح ترجعوا تشوفوني أكتر هلا بالأيام اللي جاية، وإن شاء الله نكون عم نقدر نعمل فيديوز تعجبكم. وأنا رح أودعكم من هون، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزل تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.